الخير. طب ليه ما تخرجش عن القولين دولت؟ لان ما فيش مرجح تقريبا لاي حاجه تانية. طب ما ينفع اقدر اي حاجه تانية؟ جيب لي قرينه. مش هقبل منك التقدير الا بايه؟ بقرينه. وده الفرق ما بين التفسير والارتجال، تمام، الخواطر بقى والايه والحاجات دي. فالشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ذكر ان من عادات القران ان هو يحذف ذكر المشركين مكه، وانه يخاطبهم دايما بضمير الغائب، وبيقول دوت لقيته متكرر في القران. فهنا بقت القرينه عند الشيخ الطاهر هي ايه؟ كثره الاستخدام، العرف القراني في التعبير عن مشركي مكه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه؟ حديثا. تمام. فبقت كثره استخدام العرف القراني لهذه الكلمه مرجح، ودوت احد المرجحات عند الفقهاء، زي مساله اللمس والمس ما بين الامام الشافعي والامام ابو حنيفه في او لمستم النساء. فالامام حنيفه يرجح ان المس كنايه عن الجماع، لان عرف القراني بيستخدم فيه من قبل ان تمسهن، تمام، او تفرضوا لهن فريضه، تمام. فذكر المقصود هنا الجماع من قبل ان يتمس في صوره في حكم في صوره المجادله في صوره في حكم الظهار. فذكر القران ان المس يطلق ويراد به الايه؟ الجماع باعتبار العرف القراني. الامام الشافعي يتمسك باعتبار العرف الايه؟ اللغوي. فيبقى الايه تحتمل القولين، ما تحتملش قول ثالث. هل هنا تحتمل انه المحذوف؟ هنا احنا مش عارفين مين هم المتسائلين. فالشيخ الطاهر رجح ان المحذوف هم الايه؟ المشركين باعتبار القرينه العرفيه القرانيه. بعضهم يقول لك بل كل ايه؟ كل منكر. بل كل منكر. ولا وجه للتقييد بالايه؟ بالمشركين. بل هو حذفها اصلا لتعم، علشان ما نحصرش القرآن في مخاطبة الايه؟ المشركين. فكل من اشترك مع المشركين في التساؤل والاستنكار دوت الحياة الكلام عليه، فهو ايه؟ فهو معهم داخل في مدلول الآية دلالة مش قياسا. دلالة مش ايه؟ مش قياسا. واضح. فدي كده البداية. الطريقة دي سهلة كده ولا مملة بالنسبة لكم؟ تمام. زي ما قلت لكم هدفي الاكبر مش مجرد فهم الايه، فهم الصوره، روح اقروا اي تفسير سهل، مش هي دي القضيه، وانما كيف فسر العلماء الايه؟ الصوره. وزي ما شفتم بنحاول ننقل المباحث الصغيره من علوم القران للايه؟ للسياق بتاعها، ونتكلم فيها بقدر ما يسع. حد عنده اي سؤال؟ اتفضل. هو الرسم هو الخط العثماني، الفرق ما بينه وما بين الخط الإملائي، قواعد الإملاء بتاعتنا. الخط العثماني هو قواعد الإملاء اللي كتبوا بها المصحف اللي احنا بنقرأه إلى يومنا هذا. تمام. طب خلص سؤاله بس، ما خلصتش لسه السؤال ده. تمام، أنا فاكرك هتعلق على حاجة. فالخط العثماني هي قواعد الإملاء المتبعة في المصحف اللي بين إيدينا. ما عدا ما بنسموش خط عثماني، بنسميه رسم املائي، قواعد املائي. دي قواعد الاملاء بتاعتنا اللي احنا خدناها في ابتدائي دي قواعد املائيه مالهاش علاقه بالرسم الايه؟ العثماني. زي كلمه صلاه، زي كلمه رحمن، زي كلمه ابراهيم المحذوفه الياء في سوره البقره. تمام، ده رسم عثماني توقيفي، هو كده بيرسم هكذا بس بنقراها في كلنا، رغم ان ما فيهاش ياء بنقرا كلنا ابراهيم، طبعا في قراءه حفص عن عاصم يعني. تمام، بنقرا كلنا رحمن باثبات الالف رغم ان ما فيهاش مرسوم، لكن في قواعد الاملاء تكتبها ايه؟ رحمن. بعضهم استحب ان الكلمات المذكوره في القران تكتبها في قواعد الاملاء زي ما في القران. انا بحب الطريقه دي بصراحه. تمام، لان العين بتقلى في الرسم القران، لكن لو كتبتها في قواعد الاملاء صح، ما فيش اشكال. فالخط هو الرسم. نفرق ما بين كلمة رسم يعني قواعد إملاء. كلمة خط، المفروض إن الخط ده اللي هو نوع الخط ديواني ورقعة ونسخ وغيرها من الخطوط اللي احنا اللي بندرسها برضه في ابتدائي دي. لكن أحيانا بيحصل ما بينهم علاقة مجاز، فنطلق الخط على الرسم ونطلق الرسم على الإيه؟ على الخط. لكن ما فيش حاجة اسمها في الحقيقة خط عثماني.
تمام، ده بس في الكمبيوتر بس بقى يستخدموا، خدوا طريقة كتابة الكلمة دي وبقى يستخدموها في الايه، في القرآن في الكمبيوتر او في غيرها، فما هم يقولوا ان في فونت تستخدمه زي يشبه شكل الايه، خطاط عثمان طه فهم، او الخطاط اللي رسم لنا المصحف. لكن لما تقرأ المصحف القديمة خطوط 100 خط، مئات الخطوط، حتى الخط القديم اصلا هتلاقيه مرسوم شكله يعني كأنه رسم، كأنه خط كوفي اصلا، تمام، او هو اقرب الى الخط الكوفي اللي هو خطوط حادة. فالخط هي شكل الكلمة، الاملاء الرسم هو قواعد الاملاء، فالخط بيتساهل، مش مشكلة يكتب المصحف بخط نسخ او بخط تعليق او بخط ديواني او بخط ثلث، بس التزم فيه بالايه، بالرسم العثماني. بس طبعا مش هينفع الرقعة، عشان الرقعة فيها حذف لبعض الايه، زي السين او غيرها بتحذف شكل الحرف، فهتغير في الرسم. واضح كده الفرق؟ نعم. سيدنا عثمان بن عفان، لا، في عثمان بن عفان وفي عثمان طه. عثمان طه ده خطاط لسه عايش معانا دلوقتي لغايه يومنا. الخط عثمان طه ده اللي رسم المصحف المدني بتاع الملك فهد اللي احنا معظم الناس بتقراه دلوقتي، او المصحف السوري دلوقتي. لكن المصحف مثلا بتاع الملك فؤاد كان اللي رسمه شيخ عموم المقرئ المصري، مش فاكر اسمه ايه ساعتها، مكتوب في اخره، انا ناسي اسمه حاليا. فده اسم الخطاط اللي رسم المصحف ايام سيدنا عثمان، كان سيدنا زيد. فده لا ينسب اليهم خطوط، ما بنقولش خط زيدي ولا بنقول خط عثماني نسبه الى عثمان طه، وانما لان دي بيتميزوا بحاجتين، في حاجتين، حلاوه خطه وشكل خطه. يعني ممكن انا اكتب نسخ وانت تكتب نسخ وخطنا يتميز، وفي قواعد الاملاء. فلما بنقول خط عثماني يعني قواعد الاملاء المتبعه في رسم المصحف في خلافه سيدنا عثمان اللي نسخ بها المصاحف الى يومنا هذا، وامتنع بعد كده النسخ باي او الكتابه باي قواعد املاء تانية في المصحف. اما الخط نفسه فدي الخطاط بقى، على حسب بقى الخطاط اللي بيرسم، عثمان طه، حد تاني، ابن نقطه، ابن البواب، من دولت من كبار الخطاطين في التاريخ، هيختلف خطهم، مش قضيتنا خلاص، شكل خطه ايه مش مشكله. هيكتب بالثلث، هيكتب بالديواني، هيكتب بالرقعه، هيكتب بالنسخ، دي طريقه الخط. بس قواعد الاملاء هتكتبها ازاي؟ هتكتب الصلاه بالواو ولا بلام الف؟ واضح كده الفرق بين الثلاثه؟ العكس، المدني تشريع الأحكام، والمكي ترسيخ العقائد وإثبات وحدانية الله ووجود الله وغيرها من أساسيات العقيدة. ترتيب الآيات توقيفي باتفاق، إن كان سيدنا جبريل بينزل بالآية ويقول اكتبها بين آية كذا وآية كذا، تمام. فده عشان بعديها بيسموا الآية، يعني بعديها بيسموا الصورة سورة البقرة مثلا، هي الصورة خلاص لما افتتحت بقت مسماة، وبعد كده الآية بتنزل تسكن في مكانها في هذه الصورة. وهنتكلم على فكرة كتابة القرآن في عصر النبي وقصتها، هنحكيها لما في الأواخر خالص إن شاء الله. يعني اجمعوا عليه لا من فراغ، يعني احنا الاجماع دايما بنقول الاجماع في ذاته ما هوش منشئ للاحكام، وانما هو دال على وجود الاحكام، تمام. فمعنى كده ان هو كتب هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لما اجمعوا على هذا الخط دون ما عدا، تمام، عرفنا انهم ما اجمعوا الا لوجود مستند ليه، فهو اجماعي مستند الى توقيف. هنعقد لها، هنديها حقها، فكرة الخواطر وفكرة الإشارات وفكرة الاستدلالات هنديها مساحتها، من أنها قضية مهمة. هنفسرها لما نفهم طريقة التفسير بالتحليل، يعني هيجي لها فصلها يعني إن شاء الله. طيب، حد عنده أي سؤال؟ الموضوع
هي دي اصطلاحات معاصرة. التفسير التحليلي هو اللي زي اللي احنا بنعمله ده، بنقف عند كل كلمة ومنحلل أصلها واشتقاقها واتجاهها. الموضوعي هو بينظر إلى القضايا العامة والمعنى العام اللي بيفسره القرآن أو بيتكلم القرآن، وبيحاول يربط ما بين معنى الآيات وبعضها بحيث إن هو ينتزع مواضيع معينة القرآن بيعالجها. أحيانا بقى الموضوع دوت يتكلم بشكل إجمالي للصورة كلها، وأحيانا الموضوع يعتبر إن كل مجموعة آيات هي موضوع مستقل. طيب نصلي العشاء. صلى الله عليه وسلم.